وقتها التقى الوفد المصري برئيس الوزراء الصربية السيدة آنا برنابيتش، وكذلك رئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزيرة البنية التحتية ومحافظ بلجراد والمفتي. وكمان التقى الوفد بعمدة مدينة نيش السيدة دراجنا ستروفسكي. دلوقتي احنا بنجني ثمار هذه الزيارة والاتصالات المستمرة على مدار عام. عمدة مدينة نيش موجودة النهاردة في شرم الشيخ لتعزيز التعاون بين المدينتين في كافة المجالات.